السلام عليكم. ألو ألو، لباس. السلام عليكم أحسن من ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، كان عندي استفسار بالنسبة لزكاة الذهب. سلي. أنا بدأت الحمد لله أطلع زكاة الذهب، وبتستحق في رمضان من كل عام. إن شاء الله. فبحسب الزكاة وأقول أنا عليا المبلغ الفلاني، وأبدأ أقسطه من الراتب بتاعي كل شهر. مقدما ولا مؤخرا؟ لا، مؤخرا. مؤخرا لا يجوز ما دام معاكي ذهب. يعني ابيع جزء من الذهب وادفع بيه؟ بيعي، اسلم لدينك. نعم، ايوه اسلم لدينك. تمام. طب سؤال تاني يا شيخ، لو انا في تعثر دلوقتي في ان انا اطلع زكاة الذهب، هل يجوز انا عندي 4 بنات ان انا اوزعهم عليه واقول لهم ان ده هبة ليهم؟ حيلة تحتلين بها على الله أو تمليك كامل من الآن؟ يعني هي حيلة تحتالي بها على الله لتفري من الزكاة؟ لا ما أنا بسألك أنا أيضا. يعني إذا كنت تحتالي على الله فالله مطلع على القلوب. تمام، يعني أنا لو دخلي ما مش مقضي إن أنا أدفع زكاة الذهب، أبيع جزء من الذهب وأدفعه. نعم تمام نعم كده؟ تمام.